السلام عليكم، ازيكم؟ انا خان عبد الله، معايا كمبيوتر الاقتصاد. المفروض ان انا اشرح النهارده التنميه الاقتصاديه. التنميه الاقتصاديه ده حاجه اجتماعيه، فبالتالي ما لهاش تعريف محدد. احنا قبل ما نبدا اي حاجه المفروض بنشوف التعريف. التعريف بيقول ايه؟ التعريف كان فيه تعريف تراديشنال وتعريف جديد نيو. التعريف التراديشنال كان بيقول ببساطه ان التنميه الاقتصاديه لو دوله بتحقق معدل نمو عالي، لو دولة بتحقق معدل نمو عالي أعلى من معدل النمو اللي بيحصل في عدد السكان، الدولة دي بتعمل تنمية اقتصادية. طب والعكس، لو الدولة مثلا بتحقق معدل نمو 2% بس السكان بتاعتها بتزيد ب 4%، يبقى الدولة دي فشلت إن هي تعمل تنمية اقتصادية. الحقيقة إن الكلام ده يعني واقعي قوي وعملي ومفهوم. ماشي؟ بس حصلت مشكلة في الستينات والسبعينات خلت الموضوع ده يتغير. المشكلة دي ببساطة إن في دول حققت الموضوع ده، في دول كتير في العالم حققت تنمية اقتصادية وحققت معدل نمو عالي، وفي نفس الوقت إيه؟ كانت عندها بطالة، وكانت عندها فقر، وكان عندها قلة تعليم، وكان عندها حاجات كتير جدا. فده خلانا ندور على النيو فيو بتاع الإيكونوميك ديفلوبمنت. النيو فيو أوف إيكونوميك ديفلوبمنت ده خلى إن العملية دي مالتي دايمنشنال أو مالتي دايركشن. يعني خلاها متعددة الأبعاد. إزاي؟ إن التنمية الاقتصادية مش بس معدل الإنتاج يزيد أو مش بس الجي دي بي يزيد. لا، التنمية الاقتصادية مش كده، التنمية الاقتصادية أوسع من كده، التنمية الاقتصادية إن حد زي ألاقي يحس إن هو انتعاش. ماشي؟ وظهر الـ Economics of Happiness وظهر حاجات كتير جدا في نفس المجال ده. طيب، الفكرة إن أنا لو عايز أعمل تنمية اقتصادية في دولة، أعمله إزاي؟ ده اللي هنشوفه في شابتر 3. بس احنا دلوقتي هنتكلم عن ازاي التنميه الاقتصاديه بالمفهوم التراديشنال كان بيستخدم ثلاث حاجات: جي دي بي، جي ان بي، وجي ان بي بير كابيتال، وطبعا ايه ريل جي دي بي. هنحاول نفرق بينهم دلوقتي. الجي دي بي جروس دوميستيك برودكت، يعني ايه؟ يعني جروس دوميستيك برودكت. لا، هو مثلا الدوله انتجت سلع معينه، مش هنقيس السلع دي، لا هنقيس قيمه السلع دي. يبقى هو مجموع قيم السلع اللي الدولة انتجتها خلال سنة. ماشي؟ خلال سنة بس، ده الجي دي بي طبعا في إطار الدولة دي ومن عناصر الإنتاج اللي جوه الدولة دي. ماشي؟ جه بقى بعد كده تعريف الجي إم بي، زود لو عناصر الإنتاج اللي في الدولة دي كانت بتنتج بره وجابت لها فلوس، زود عليها الفلوس دي. فالجي إم بي تقريبا أوسع من الجي دي بي، أو أوسع بالنسبة للدولة المصدرة للأعمال، عشان نبقى واضحين. للدول المصدره للعماله او اللي مصدره اللي بيجي لها ارباح، عوائد ارباح وكده، الجي ان بي بتبقى اوسع. دلوقتي عامه في مصر الجي ان بي تقريبا قد الجي دي بي. طب ايه الريل جي دي بي؟ الريل جي دي بي ده بنطرح من الجي دي بي، او يعني مثلا لو احنا حققنا معدل تنميه 5% بس حصل لنا تضخم 5%، الريل جي دي بي هنا الريل جروس ان جي دي بي بيقول لنا ان احنا ما حققناش اي نمو، لا بالعكس احنا النمو بتاعنا بصفر. ماشي؟ طيب ايه بقى الريل جي دي بي؟ الريل جي دي بي بيحسب بالاسعار القديمه، يعني السنه دي مصر مثلا الجي دي بي بتاعها مثلا بيساوي 700 مليار مثلا. ماشي؟ دي السنه دي. السنه اللي فاتت كان 600 مليار. اوكي؟ هل ده اعلى من ده؟ مش لازم. مش لازم ده اعلى من ده لو احنا بنقيسه بالريل جي دي بي، اللي هو اللي بيقيس فعلا قدرتك الشرائيه. ماشي؟ احنا بنستخدم يا اما بالدولار، بس يعني بسبب ان سعر الصرف بيتغير وبيحصل له فلكتويشنز كتير، فاحنا استخدمنا الباور بيرشيس باريتي. الباور بيرشيس باريتي دي ببساطه كده، مثلا انا قادر النهارده اشتري خمس برتقالات. خمسة برتقال، ماشي؟ خمس تفاحات عشان بعرف ارسمها، خمس تفاحات. بكرة هشتري ستة. ستة تفاحات. ماشي؟ يبقى أنا الجي دي بي الباور بيرشيس باريتي بتاعتي زادت. ممكن يكون الدولار سعره زاد. لو الدولار سعره زاد أنا مش هعرف أشتري الستة دول. بس هو هيزيد لاشكال ثانيه، فانا يعني تطور موضوع ان انا بستخدم الدولار، فبستخدم الباور بيرشيس باريتي عشان احسب ايه؟
مدى القدره الشرائيه لدى الناس، وده الاهم. ماشي، احنا دلوقتي عرفنا الحاجات اللي بنقيس بيها التراديشنال، هنقول عيوبها. عيوبها ان للاسف التراديشنال دول اللي هو جي ان بي، جي دي بي، وريل جي دي بي، دول ممكن ما يبقاش فيه تساوي في توزيعهم. يعني بالمنطق الاولاني ان انت هتحقق 7% نمو وانت المفروض ان انت سكانك بيزيدوا ب 5%، المنطق الاولاني هيديني انديكيشن ان انت بتحقق الناس مستواها بيتحسن، بس ممكن ما يكونوش اساسا بيتوزعوا توزيع عادل، ممكن يكونوا مثلا بيزيدوا لناس معينه وبيقلوا لناس معينه، انت كده الناس دي تدهورت، ممكن يكونوا بيزيدوا الاقليه وبيقلوا الاكثريه، فالاكثريه دي هي المهمه. ماشي؟ ده الانيكواليتي. وانت بتجمع جي دي بي عندك حاجه اسمها انفورمال ايكونومي. انفورمال ايكونومي ده بيخلي اقتصادك انت مش شايف الاقتصاد بتاعك، يعني في اقتصاد رسمي ده اللي الحكومه شايفاه، ده اللي بيتحسب عليه كل المقاييس دي، وفي اقتصاد غير رسمي، وطبعا في مصر الاقتصاد الرسمي ده حالته يعني عالي جدا، وهو بصراحه يعني شلخ ايام الثوره، بس الاقتصاد الغير رسمي ده بيدمر المعايير دي. يعني انت ده كله بتشتغل على الاقتصاد الحكومي، طب الاقتصاد الغير رسمي اللي هو بيمثل في مصر نسبه كبيره جدا بتدمر. ماشي؟ في طبعا عيوب ثانيه. عيوب الثانيه ان هو reliability of the data. يعني ايه reliability؟ اعتماد، جوده الاعتماد على الداتا، على البيانات. ماشي؟ لو انا بعتمد على بيانات، هل البيانات اللي انا بعتمد عليها دي صحيحه ولا غلط؟ طب انا مجمعها بطريقه كويسه ولا مجمعها بطريقه وحشه؟ طب هي نقلت من كمبيوتر لكمبيوتر لكمبيوتر، هل هي اتنقلت صح ولا غلط؟ دي كلها مشاكل طبعا بتاثر على الموضوع ده. هو في الاخر بيسالك طب الناس حاسين بالنمو ده ولا لا؟ هتلاقي الناس مش حاسه، يبقى خلاص مفيش نمو. السؤال بسيط جدا، يعني اسال اي واحد فقير في مصر يقول له انت حسيت ان الناس يعني حسيت ان في نمو ولا لا؟ يقول لك مفيش اي حاجه والبلد بتخرب. ماشي؟ ده نقلنا ليه نيو فيو اوف ايكونوميك جروث اوف ايكونوميك ديفلوبمنت. نقلنا للنيو فيو، نقلنا ده، وده صراحه واحد اسمه سين، امارتيا سين. امارتيا سين ده قال لك ان انا لو معايا قلم، بصي يا قلق القلم ده حلو صح؟ قلق ما معهاش قلم، هل انا احسن من قلق؟ والله قال لك لو انا بعرف اكتب يبقى انا احسن من قلق، لكن لو انا بعرف اشخبط بس يبقى لا احسن، وبالتالي مش المعيار هو القلم، المعيار في استخدامي للقلم ده. يبقى انا بمتلك القلم اساسا عشان ازود امكانياتي. طب لو ما زودتش امكانياتي يبقى في الحاله دي القلم ملوش لازمه. وهو قال حاجه اسمها capability approach. المفروض ان كل انسان او الدوله بيبقى الناس اللي فيها احسن لما بيبقوا عندهم اختيارات اكتر من الدوله دي. يعني انا مثلا عندي اختيار ان انا اقعد على كرسي، وعندي اختيار ان انا اقف. ماشي؟ يبقى انا احسن من واحد عنده اختيار واحد ان هو يقعد على الكرسي، واحسن من واحد تاني عنده اختيار واحد ان هو يقف. فقال لك ان الانسان بيدور ان هو يبقى ينفذ الحاجات اللي هو نفسه فيها. فاتكلم عن البينجز واتكلم عن الدوينجز. البينج انا عايز ابقى كويس، بينج هيلثي، عايز ابقى متعلم، عايز ابقى مش عارف ايه، حاجات كتير. ماشي؟ فهو اتكلم عن البينج واتكلم عن الدوينج. الدوينج انا عايز اكل، عايز اشرب، عايز العب، عايز اتفسح، عايز اخرج. ده الدوينج. فهو اتكلم عن الاثنين دول ان هما بيأثروا في رفاهيه الانسان. كل ما زود الحاجات دي كل ما رفاهيه الانسان بتزيد. وقال لك الويل بينج او رخاء الانسان، قال لك ده بيساوي البينج ويل. بينج ويل شيل ويل دي بقى وقت بينج هيلثي، بينج مش عارف اي حاجه بتساوي ويل. اوكي؟ ده اللي اتكلم عنه سن. وسن خد جائزه نوبل سنه تقريبا 1998، مش متاكد من التاريخ بصراحه. طيب لو احنا دلوقتي احنا قلنا ان الاقتصاديات التنميه دي حاجه نورميتيف. نورميتيف يعني ايه؟ يعني ما فيهاش صح وما فيهاش غلط، يعني ما فيهاش ابيض واسود. لا، انت ممكن تكوني شايفاها الجري ده شايفاه ابيض وواحد تاني يشوفه اسود. فبالتالي انا لو بطرح
قول ان دوله مثلا عامله تنميه ولا مش عامله تنميه، انا ممكن اقول هل الدوله دي مثلا محققه انيكواليتي ولا لا؟ انا ممكن كده تقولي لي حاجات لو في الدوله تبقى محققه تنميه، ولو في لو مش في الدوله تبقى مفيش تنميه. نسبه الفقر قليله. نسبه الفقر قليله. التعليم كبيره. التعليم كبيره. الصحه والحالات كويسه. والصحه كويسه. اي الاء ما شاء الله اقتصاديه كبيره، وقالت حاجات رغم ان هي مش مذاكره الدرس، بس كل الحاجات دي صح. ليه كل الحاجات دي صح؟ زي ما احنا قلنا هي نورميتيف. نورميتيف يعني مفيش حاجه غلط في الاخر، ابدا. ماشي؟ فهو هنا اللي بيقوله السيلف استيم، المفروض ان الانسان يبقى عنده ثقه في نفسه. لو انا حققت والسيلف استيم هنا لما بتكلم عن وطن ما بتكلمش عن واحد مثلا عنده ما عندوش ثقه في نفسه، لا انا بتكلم في واحد مصري عادي جدا طبيعي مصري يروح امريكا هيحس بايه؟ هيوطي راسه في الارض، ده الطريق. انا شخصيا لو رحت امريكا مش هبقى معتز ان انا مصري. فالسيلف استيم هنا بيتكلم على اعتزازه بجنسيته اكتر. ماشي؟ اللاك اوف فريدم، الفريدم هنا يعني ما اتكلمش على الفريدم بتاعت السياسيه، اتكلم عن الفريدم الحريه، انا عايزه مثلا اي حاجه، البس بنطلون، البس شورت، البس اسرح شعري كارينا، مش عارف ايه، دي الحاجات اللي انا ايه البيرسونال عامه. ماشي؟ واتكلم عن الليترسي، الليترسي زي ما قالت الاء، الليترسي يعني اميه، لو كل ما الاميه بتزيد ايا كان الحاجات دي يعني اي حد ممكن يبدع فيها، فانا مش محتاج اقولها. ماشي؟ بس انا محتاج اقول حاجه، ان الايكونوميك ديفلوبمنت حط لنفسه ثلاثه جوز، ثلاثه اهم حاجه في كل حاجه. الثلاثه دول السستيننس لازم كل الافراد، عشان انا اقول ان المجتمع ده نامي او مش نامي، لازم كل الافراد يكون عندهم اللقمه اللي بياكلوها عيش. ماشي؟ فريدم، حريه، لازم يبقى عندهم حريه، اوكي؟ يعني حريه بقى قلنا بقى الحريه الشخصيه مش الحريه السياسيه. ماشي؟ ولازم يبقى عندهم سيلف استيم اللي انا لسه بتكلم عنه، سيلف استيم ان هم يعتزوا بان هم مصريين او ان هم من الدوله دي. لو توفرت الثلاث حاجات دول للاشخاص انا ممكن ابدا اقول ان المجتمع ده حقق تنميه. دلوقتي هنتكلم عن اتش دي اي. يعني اتش دي اي ده اختصار هيومن ديفلوبمنت اندكس. وده عمل واحد هندي مع واحد مش عارف باكستاني تقريبا، الهندي كان سين تقريبا والباكستاني مش فاكر اسمه دلوقتي، مش مهم. هو بيقيس ثلاث حاجات، بيقيس هل الواحد ده صحته كويسه ولا لا، بيقيس هل الواحد ده متعلم ولا لا، وبيقيس هل الواحد ده بيقبض كويس ولا لا. والحقيقه ان الثلاث محاور دول يعني اهم ثلاث محاور في حياه الانسان، ان الانسان لو دخله كبير هيقدر يتعالج، هيقدر يتعلم، هيقدر يعيش حياه اسريه كويسه، في نفس الوقت لو صحته حلوه ده هيمكنه ان هو يقدر يستمتع بحياته على عكس واحد صحته مش حلوه. والحاجه الثالثه اللي هي النولج، ان الانسان لازم عشان يعرف يجيب فلوس وعشان يعرف يعمل الحاجات دي لازم يكون اساسا صحته كويسه. فالثلاث حاجات دول مهمين جدا في حياه الانسان. انا مش هتكلم عنهم كتير لان هم ليهم طريقه قياس، وطريقه القياس دي مش عارف افهمها لكم، هتفهموها اكتر من السجاشن. هتكلم دلوقتي عن اتش دي اي هيومن ديفلوبمنت اندكس. اخترع واحد اسمه سين اللي هو اللي قدم الكلام اللي احنا كنا لسه قايلينه مع واحد باكستاني. هيومن ديفلوبمنت اندكس ده بيعتمد على ثلاث محاور اساسيه، المحور الاول التعليم، المحور الثاني الحياه المتوقعه للانسان او الهيلث، المحور الثالث وهو الدخل بتاع الانسان او الدخل بتاع الدوله وات ايفر. لان هو بيتقاس للدول يعني اتش دي اي بتاع مثلا مصر، اتش دي اي بتاع روسيا، اتش دي اي بتاع امريكا. طبعا اعلى واحده النرويج زي ما احنا دورنا ولقينا. بس عايز اقول ان الاتش دي اي طبعا شرحه موال، يعني شرحه انتوا ممكن تذاكروه من السكشن، والسكشن عامه سلسبيل بينزله محمود على فيكس كرو، وهتلاقوه يعني شغال كويس جدا. بس انا مش هتكلم عن كده النهارده عشان ما اكررش نفسي او ما اكررش بعضنا. اتكلم عن ان الاتش دي اي ده بيختلف من مكان لمكان نفس الدوله، بيختلف من جماعه اثنيه لجماعه اثنيه في نفس الدوله. يعني مثلا الاء سوداء، انا ابيض، ماشي؟ واحنا في امريكا فاكيد انا الاتش دي اي هيبقى مرتفع عن بتاع الاء. مثلا الاء من النوبه، انا من الجيزه برضو، عشان مكان مختلف في مصر برضه بيختلف في نفس الدولة. فبالتالي
اتش دي اي مش للدوله الواحده ثابت. بس ده اللي كنت عايز اقوله في موضوع اتش دي اي. بعد كده هنتكلم عن حاجه ثانيه اسمها الام دي جيز. ام دي جيز دي الاهداف البنائيه اللي الامم المتحده حطتهم سنه 2000، وهم داخلين كده على القرن الجديد قالوا احنا لازم نعمل كده ايه؟ نفتكس حاجه كده وندرسها للعيال. ماشي. ايه الام دي جيز دي؟ الام دي جيز هم 8 اهداف حطوا سنه 2000 المفروض يكملوا سنه 2015. ماشي؟ هل بقى الحاجات دي كملت ولا ما كملتش؟ احنا اتخربت. الحاجات دي ما اتحققتش خالص. الحاجات دي كانت بتقول لك ان هم 8. ماشي؟ عشان نقسم الثمانية، هم الثمانية مرتبطين ببعض. أول واحدة في الثمانية، أول واحدة قال لك إحنا هندي هنقضي على الفقر. ماشي؟ يبقى أول حاجة هيقضوا على الفقر. ماشي؟ تاني حاجة لما هيقضوا على الفقر يقدروا يعلموا العيال، هيقضوا على الليت. ماشي؟ تالت حاجة ماشي؟ لما يعلموا العيال يبداوا يقدروا يعملوا امباورمنت للومن. يعني مثلا زمان كان في تفرقه بين الست والراجل، والست مش عارف ايه، دلوقتي لا ما شاء الله ما شاء الله عطيه ما شاء الله. كل كليتنا اقتصاد وعلوم سياسيه بنات، فواضح ان الهدف ده اتحقق بزياده. ماشي؟ فده امباورمنت للومن. ورابع حاجه رابع هدف لما يعملوا امباورمنت للومن، الست لما هتتجوز وتخلف شايلد، الشايلد ده هتقدر ترعاه، فايه؟ هتقدر تقلل المورتاليتي بتاعت الشيلدرن، ان الاطفال يقللوا الوفيات بتاعتهم. ماشي؟ فاحنا تعالوا نقولهم تاني، نقول الاربعه اللي كتبناهم. ايراديكيت هانجر، يعني يقضوا تماما عن على المجاعه، ماشي؟ والفقر ده. والثانيه الاي دي كانت ايه؟ الليتسي. ماشي. يقضوا تماما برضه على الليتسي، هم مش يقضوا تماما بس هو ايراديكيت الليتسي. ثلاثة الاي دي كانت ايه؟ empowerment of women. ماشي، يزودوا empowerment of women. ماشي؟ واربعة هيخلوا ان الشيلدرن يقللوا، طبعا دي مش هيقدروا يقضوا عليها. يقللوا الشيلدرن وفيات الشيلدرن عامة. ماشي؟ بعد كده خمسة الستات الحوامل ايه؟ يحافظوا عليهم. ماشي؟ وستة يعني بصوا أول ثلاثة بيمهلوا الثلاث، يعني الثلاثة اللي بعديهم والثلاثة اللي بعديهم كلهم بيتكلموا عن الهيلث. دي الشيلدرن يقللوها، دي الستات اللي في مرحلة الحمل وما بعد الحمل يحافظوا عليها، والستة القضاء على الاتش أي في والملاريا والحاجات دي. فهم دول متخصصين بإيه؟ بالصحة، الثلاثة التانيين. بعد كده الاثنين التانيين دول يعني في قمة الهرم بتاعنا، على ما احنا نحقق الستة دول، المفروض آخر حاجة بقى نبدأ نحافظ على البيئة. ماشي؟ ونبدأ بعد كده نعمل تعاون بين الدول. طيب السؤال دلوقتي بقى، إزاي الدولة تحقق تنمية اقتصادية؟ اكشلي زي ما احنا قبل كده قلنا إن التنمية الاقتصادية دي حاجة نورميتد، يعني ما فيهاش صح وفي غلط. لا مش كده خالص، في دول عرفت تحقق تنمية ونقدر نحكم عليها فعلا إن هي حققت تنمية، وفي دول ما حققتش تنمية، وفي دول حاولت وفشلت. ماشي؟ دلوقتي هنشرح أربع نظريات المفروض لو مصر عايزة تحقق تنمية ما تمشيش عليهم، المفروض تفهمهم والمفروض ناخد منهم، لأن أساسا علم الاقتصاديات التنمية ده مش علم نظريات، هو علم بياخد من كل نظرية اللي يناسبنا، عشان كده أنا بحبه شخصيا. ماشي. احنا دلوقتي هنتكلم عن أربع نظريات في الايكونوميك ديفلوبمنت. أول نظرية اسمها لينير ستيجز اوف جروث، دي كانت بين الخمسينات والستينات. اللينير ستيجز اوف جروث دي باينة من اسمها خطية. ماشي؟ خطية بمعنى ايه؟ معنى ان هم قايلين ان الدولة هتمر بخمس مراحل. الخمس المراحل دول كل مرحلة تنقلها على المرحلة اللي بعديها، والموضوع سهل وبيس والناس كلها تحقق تنمية اقتصادية، بس مش ده اللي حصل، اللي حصل غير كده. النظرية دي أساسا حصلت بعد الحرب العالمية الثانية اللي هي كانت سنة 1954 سوري،
هاجر عمان انتهت السنه دي، واوروبا كلها كانت متدمره، فراحت امريكا عملت مارشال بلان وايه؟ وانعشت اوروبا، ودلوقتي اوروبا تقريبا احسن قاره في العالم. ماشي، او بالنسبه لي انا احسن قاره في العالم. زي ما قلنا ده نورماتيف، مفيش ليه صح وغلط. بس فهم قال لك ايه؟ قال لك إيه؟ احنا لو خدنا فلوس ووديناها خلاص الدوله هتمر بالخط ده وهتوصل في الاخر للتقدم. بس هل الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده غلط. في مصر قبل كده في السبعينات حصل يعني تدفق رهيب ان الفلوس بسبب البترول اللي عالي، بسبب حاجات كتير جدا والسياحه وحاجات كتير جدا، حصل تدفق كتير الفلوس. بس هل احنا مشينا كده؟ هي لا. ليه؟ ان هم اساسا افترضوا حاجات في النظريه مش موجوده في مصر. يعني في اوروبا لما اوروبا خدت الفلوس بتاعت مارشال بلان، المفروض ان هم عندهم شعب جاهز، شعب لسه طالع من هزيمه عايز يحقق ذاته، شعب متعلم. يعني انا اساسا مش محتاج اتعلم ونسبه اميه مش عارف 25% والكلام ده، خلاص هو شعب اساسا متعلم، شعب ما فيش فساد في المؤسسات، كل واحد عايز يبني بلده في الوقت ده. كانت الروح القوميه عندهم عاليه جدا، كان عندهم مؤسسات سليمه مش زي المؤسسات اللي عندنا، وبالتالي اوروبا في الوقت ده كانت جاهزه للنهضه وجاهزه ان هي تمشي على الخط ده. ماشي؟ لكن الحقيقه ان مصر لما عملت كده مصر فشل ذريع ان هي تمشي على الخط ده. تعالوا نقول ايه هم الخمس مراحل اللي المفروض الدوله تعيشهم. اول مرحله تراديشنال. ماشي؟ اوكي اعذروني انا مش هكتب بقى عشان مفيش وقت والحلقه قربت تخلص. مرحله تراديشنال، مرحله المفروض ان الناس فيها عايشه بدائيه خالص، اللي بيرعى غنم واللي بيزرع شجره وبيستناها لما تثمر والحاجات كده، مرحله بسيطه جدا تقريبا ما فيهاش فلوس او ممكن يبقى فيها فلوس بس التعاملات النقديه فيها قليله الى حد ما. مرحله بعد كده مرحله اسمها البري كونديشنز اوف تيك اوف. يعني مثلا الدوله تيك اوف يعني اقلاع عامه، الدوله عايزه تتقدم لازم تعدي بالمرحله اللي قبل التقدم اللي هي فيها مصر دلوقتي. بعد كده مرحله التيك اوف، مرحله بقى الاقلاع، الدوله هتبدا بقى تنهض. بعد ما تبدا تنهض هتعدي في المرحله اللي بعديها اسمها ايه؟ الاتجاه نحو الماتيوريتي. ماشي؟ ماتيوريتي يعني ان الدوله بقت ماتيوريتي، ماتشور يعني شخص ناضج. ماشي؟ وبعد كده حاجه اسمها الايج اوف ماس كونسامشن، عصر الاستهلاك الكثيف. يعني دلوقتي تلاقي الواحد كان زمان بيقول لك، دي حاجه قريتها، بيقول لك ان الملك زمان ما كانش متوفر ليه نص الحاجات اللي بيستخدمها شخص عادي في الشعب الامريكي، الملك. فطبعا الاقتصاد دي حاجه نسبيه بطريقه فظيعه. دي المرحله، دي اول نظريه تتكون من خمس مراحل واحنا لسه قايلينها، والنظريه دي فشلت في مصر ان احنا ما كانش عندنا البري ريكويستس، وهنا بنتكلم عن حاجه اسمها شرط لازم وشرط كافي. يعني ايه؟ يعني مثلا لازم مصر يبقى عندها فلوس عشان، او لازم اي دوله عشان يبقى عشان تتطور لازم يبقى عندها فلوس. بس هل لو عندها فلوس لازم تتطور؟ لا. يبقى في شرط لازم ده يعني واجب. ماشي؟ في فرض بقى كافي لو حصل ده يكفي ان مصر تتقدم. الشرط الكافي ده ان يكون عندها بنيه مؤسسيه كويسه ويكون عندها شعب متعلم ويكون عندها حاجات كتير اللي ما كانتش في مصر في الوقت ده. خش تاني مرحله international، لا تاني مرحلة series and patterns of structural change. okay series and patterns of، احنا طبعا مش هنتكلم عن patterns عشان الدكتورة ما ادتهاش في المحاضرة. series باختصار بتاع structural change، هما بصوا للدول المتقدمة والدول النامية، بصوا كده على أمريكا وبصوا على مصر، لقوا إن مصر القطاع الزراعي مثلا كان بيع 50% أو 70% أو وات ايفر، بصوا على امريكا لقوا ان القطاع الزراعي 25 والقطاع الصناعي 75، قالوا يبقى معنى كده ان الصناعه لما بتكتر المفروض ان ده احسن، المفروض ان الدوله لو كترنا فيها الصناعه الدوله تتقدم. حاولوا يعملوا كده. وقالوا كده ليه؟ قالوا عشان انتاجيه الصناعه اعلى من انتاجيه الزراعه. يعني مثلا العامل في مصر بيزرع 2 فدان وبيحصل مش عارف كام ثمره، ليه كان العامل في امريكا مثلا بيشتغل في مكنه يعني ممكن يطلع مثلا مليار، مثلا مليون اكيد مش مليار، بس بيطلع الاف وملايين الوحدات بالمكنه اللي بيدوس على زرار واحد دي. فبالتالي الفرق بين الانتاجيه بتاعت العامل في المصنع اكتر من انتاجيه العامل في الزراعه. وهنا قال لك افترض شويه قيود، قال لك ان انتاجيه العامل في الزراعه مثلا افترض ان مثلا واحد خلف 10 والارض بتاعته تسع 8،
ماشي؟ هل الاثنين دول هيبنيهم؟ الاثنين دول هيشتغلوا معاك في زراعه، هيبقى 10 بيشتغلوا، بس في اثنين زايدين. الاثنين دول انتاجيتهم صفر. ماشي؟ الثمانيه دول انتاجيتهم خلاص مظبوطه. طب الاثنين دول نعمل لهم ايه؟ ننقلهم للمصنع. ماشي؟ بعد ما ننقلهم للمصنع هيشتغلوا في المصنع، المصنع هينتج، المصنع هياخد الانتاج اللي انتجه ده ويبني مصنع اكبر. او يبني مصنع ثاني، المصنع الثاني ده هياخد اثنين من اسره ثانيه. ويشتغلوا فيه ماشي؟ ويجيبوا انتاج وياخدوا الانتاج ده ويبنوا مصنع تاني. وبالتالي انت هتبدا براس مال معين. المفروض ان الصناعه هتبدا تنمو، القطاع الصناعي هيبدا ينمو. وبكده القطاع الصناعي حجمه يكبر في الناتج المحلي الاجمالي لحجم القطاع الزراعي، وبالتالي المجتمع ده هيبدا يتقدم. طيب هل الموضوع ده صح ولا غلط؟ الموضوع ده مش صح ولا غلط برضه، يعني مفيش حاجة صح ومفيش حاجة غلط، بس الموضوع ده اتطبق في الصين ونفع، واتطبق في مصر وما نفعش. مصر ايه اللي حصل بقى؟ مصر الناس راحوا المدينة، ماشي؟ أول ناس اشتغلوا، تاني ناس راحوا بقوا بقالة في المدينة، ما لقوش شغل. ما لقوش شغل في المدينة، رغم إن الخاصية دي بتفترض إن في المدينة في فول إمبلويمنت، لا، المدينة ما كانش فيه فول إمبلويمنت. وفي الريف اساسا في مصر ما كانش فيه زياده في السكان لدرجه ان احنا نرميهم كده في المدينه. فده اللي حصل في مصر، عشان كده نشات العشوائيات ونشات حاجات كتير جدا. طبعا نقد النظريه دي بيقول ان مش لازم اي تطور او اي فلوس تيجي من مكسب بتاع الصناعه تتنقل تاني للصناعه، ده هيشغل عمال اكتر، لان ممكن الاقي مثلا منتجه كسبت 50 جنيه، بدل ما تشتري مكنه تاني تشغل عليها عامل، لا هتشتري مكنه احدث من اللي كانت عندها، بدل ما بتشغل عاملين بتشغل عامل واحد، فتوفر في العمال، ودي بنسميها ليبر. يا رب تكونوا شايفين بين الكلام الكتير ده، سيفنج. ليبر سيفنج. مكنه بتوفر عدد العمال، وده اللي حصل، دي تقريبا ده المقتل اللي وقع في النظريه دي. انا هختم خلاص الحلقه، انا عايز اقول لكم حاجه، الماده دي مش ماده صعبه خالص، بالعكس يعني اكتر المواد اللي فيها فكر درسناها في الكليه دي، الماده بجد عميقه من جوه. الدكتوره بتاعتنا تستاهل بصراحه الف خير، ربنا ان شاء الله يجازيها. بشكر طبعا اداء، ربنا يخليها برده، وان شاء الله تذاكروها. وبالنسبه للاسئله اللي هتيجي في الميد تيرمز، الدكتوره قالت لنا، انا سمعتها بنفسي، قالت الاسئله هتيجي عباره عن معظمها اسئله او كلها تقريبا، بل مش هيبقى فيها نظري خالص، هيبقى كلها عملي. معلش على اسف جدا في التلفزيون.